مشاهدينا الكرام متتبعين على صفحة تكمل العربية، أهلا وسهلا فيكم بهذه الجلسة. بدنا نعتذر منكم طبعا على عدم تغطية الجلسة الصباحية اليوم وب 10 ديسمبر 2018. طبعا رح نكون بهذه الجلسة عم نتكلم شوي صغيرة على بعض التحاليل التقنية وبعض الرسوم البيانية اللي موجودة عنا على منصة التداول، ولكن في البداية بدي أحذركم من المخاطر اللي ممكن تكون موجودة عندي في سوق الفوركس وفي سوق المال بشكل عام، وطبعا انه المخاطرة او درجة المخاطرة عالية جدا، وطبعا هذا التداول على الهامش اوكي ممكن او على المارجن يسمى ممكن ان يكون خطير على بعض المستثمرين اللي عم يتداولوا خلينا نقول بحذر طبعا، وبتكون تعرف انه ممكن الخسائر تتجاوز راس مال المستثمر. هلا بالنسبه لهذه الجلسه راح اتكلم او عنوان هذه الجلسه اليورو مقابل الاسترالي. شو يعني اليورو مقابل الاسترالي؟ اليورو مقابل خلينا نقول يعني عمله استراليه اللي هي طبعا هي ليدنج كارنسي، الاسترالي دولار اللي هي من العملات الرئيسيه اللي بتعطينا اشارات شراء وبيع قبل غيرها عاده. وطبعا من وراء الاسبوع الماضي اللي افتتحنا الاسبوع الماضي ب خلينا نقول بعض الشموع اليابانيه الغريبه على رسم بين الاسبوع للاسترالي دولار، وطبعا من وراء تسجيل هذه الشمعه اللي عم نشهدها خلينا نقول من وراء فجوه سعريه اوكي، فطبعا بهذه الشمعه اللي عم نشهدها وفتحنا فجوه سعريه جانا اغلقنا تحت افتتاح هذه الشمعه، فقد احتوت اذا بتكون هذه الشمعه السابقه. ولكن بغض النظر عن هذا السيناريو، عاده لو نحن باشهر اخرى وشهدنا هذه الشمعه نتوقع انه هذه شمعه اشاره انعكاسيه ونتوقع تكمله اتجاه الهابط، وانما نحن لانه في شهر ديسمبر رح نشتغل بشكل معاكس ورح نقدر ناخذ بعين الاعتبار اذا بتكون هذه خطوط الدعم والمقاومه اللي تم اختراقها وتم تثبيتها ايضا. هذه مناطق مقاومه كانت عم نقرب عليها للسوق نرجع او هذا الخط المقاوم نرجع نخفض، تم اختراقه اعاده امتحانه وتكمله اتجاه الصاعد. ما في شك انه نحن عنا استهداف ل 0.77 او 0.77 للاسترالي دولار، وبهذه الحاله نتوقع تكمله اتجاه الصاعد على المدى القصير للاسترالي دولار. اما بالنسبه لليورو دولار العمله الاوروبيه الموحده اللي عم نشهد اذا بدكم بعض الضعف مقابل الدولار الامريكي، ولكن هذا الضعف ناتج عن ضعف الاسترليني دولار. يعني اليورو دولار ما في شك انه وصل لمرحله على انه طبعا عم يبتدي بالانفرس هيد اند شولدرز او نمط الراس والكتفين. شو يعني؟ يعني من وراء الانخفاض اللي عم نشهده على اليورو دولار اوكي ابتدينا نشهد اذا بدكم نمط اللي هو ممكن يكون ايجابي، الكتف اليسار كتف اليمين وهذا الهد او الراس، وطبعا النك لاين هو الرقبه اذا بدكم اللي بنوصل يعني على اذا بتكون الارتفاعات او الكومتين اللي بيسجلهم السوق من ورا الانفرس هيد اند شولدرز. فطبعا الرقبه او النك لاين هلا عم بواجه صعوبه اليورو دولار لا يخترقها اللي هي مستويات ال 114.40، وانا كنت قلت لكم انه مستوى ال 1.1440 على اليورو دولار او 114.50 خلينا نقول كحد اقصى هو المستوى المهم والخطير جدا اذا في حال تم اختراقه واغلاق فوقه نرجع بنفكر بالسيناريو الصاعد، وانما من هذه المستويات ممكن نرجع نرتد بالاتجاه الهابط لزياده مستوى ال 112.10. هلا ضعف اليورو دولار وقوه الاسترالي دولار. اهلا وسهلا فيك، اهلا وسهلا فيك استاذ محمد، صباح الخير. صباح انا معود على صباح الخير وصباح النور، هلا صرنا المساء ما تاخذونا يا عمي، بجلسه الصباحيه اليوم ما صبحتكم فمساء النور. استاذ محمد اهلا وسهلا فيك. يعني اليورو دولار طبعا تقلبات عم نشهدها فيه مرتفعه، ولكن نحن بالنسبه لنا الانفرس هيد اند شولدرز وهذا خط النك لاين راح يكون مستوى مهم جدا لا طبعا ناخذه بعين الاعتبار اذا حبنا نفكر بمراكز شراء او مبيع. فطبعا اختراق هذا المستوى واغلاق فوق مستوى 114.40 رح نرجع نشهد من قيس المسافه من اخر قاع للنك لاين وبنرجع نعمل له بروجكشن نفس المستوى، فبنرجع نسيب مستوى 116.80 وحتى اكثر. ولكن عدم اغلاق فوق هذا المستوى طبعا رح يكون عندي سيناريو سلبي ورح نتوقع تكمل اتجاه الهابط لليورو دولار لزياره ال 112.10 كمرحله اولى اوكي. هذا هدف. هلا الفرصة الاستثمار اللي عندي اياها هو ضعف اليورو اوكي بغض النظر عن اختراق هذه المستويات ولا لا، ضعف اليورو مقابل الاسترالي. ضعف اليورو مقابل الاسترالي مش يعني ضعف اليورو دولار وارتفاع الاسترالي، ممكن يرتفعوا اثنيناتهم ولكن الاسترالي دولار اتوقع ارتفاعه اسرع من اليورو دولار. فبهذه الحاله الفرصه اللي عندي اياها اليوم اللي هي اليورو مقابل الاسترالي هو الزوج او الكروس اللي عندي فرصه استثمار عليه. هلا هذا الارتفاع اللي شاهدناه
من الواضح أن شاهدنا خمس موجات ارتفاع، تمام؟ خمس موجات ارتفاع من القاع، وأكثر من واضح على أنه طبعاً ابتدينا أو رح نبتدي بموجة تصحية. هون عندي ويف 1 2 3 4 5 ليدنج دياجونال ويف 1 ويف 2 ويف 3 اللي ابتدينا فيها ويف 1 اوكي 2 3 4 5 اوكي، رجعنا عملنا ويف 4 خلينا نقول بهذا الشكل وويف 5. فخمس موجات ارتفاع، اتوقع ثلاث موجات تصحيه اللي هي ابتدينا فيها تقريبا اوكي ويف 1 ويف 2، اتوقع زياره ويف 3 لمستوى ال 100 1.56 1.5655 اوكي. هذا هو الرقم المنتظر للاسترا اليورو استرالي قبل ما نرجع نفكر بالشراء عن جديد. فبالنسبه لي لهذه الجلسه راح ادخل بمراكز بيع 0.5 على اليورو استرالي، مراكز بيع على المستويات الحاليه سيل 0.5 يورو اي يو دي اوكي، عم بيع يورو مقابل استرالي. هلا اذا انا عم بيع يورو وعم بشتري استرالي، طبعا هذا الشيء طبعا اذا بدكم افضل للمستثمرين او التريدرز اللي بيشتغلوا على السواب، لانه نحن عم نبيع اليورو اللي هو فوائده اذا بدكم قريب من الصفر، وعم نشتري استرالي اللي هو فوائده اذا بدكم اكثر من 3 و4%. فنحن بهذا السيناريو اللي هو السيناريو الهابط لليورو الاسترالي ممكن نستفيد من طبعا هذا الموضوع الانترست ريتس، وخاصه المستثمرين اللي بياخذوه بعين الاعتبار. انا علي كمحلل تقني اذكره بغض النظر عن الاشخاص اللي بيتعاملوا فيه ولا لا. طبعا اللي عنده حسابات اسلاميه ما عنده سواب او ما بيتداول بفوائد، فبهذه الحاله طبعا ممكن يستفيد منها. هلا بالنسبه للوقف الخساره، راح احطه او راح اعرضه وقف خساره 158.95 اوكي، 1.58 95 اللي هو تقريبا على الكمه اوكي. هذه هي الكمه 158.95، هذا هو وقف الخساره، واتوقع ان التيك بروفيت 156.55. راح اعرضه 1.56 راح اعرض الموديفاي اوردر 1.56 156.60 هو التيك بروفيت او تحديد الربح، اللي هو اتوقع انخفاض 56.55 هذا هو المستوى اللي هو ثلاث موجات تصحيح بالاتجاه الهابط لزياره هذه المستويات ممكن نستفيد منها. فهذه فرصه الاستثمار لجلسه اليوم. استاذ مهدي اهلا وسهلا فيك. استاذ علي والله مشتاق لكم انا طبعا، يعني ان شاء الله تكونوا عم تستفيدوا من السوق بشهر ديسمبر. يعني انا بحس انه الامور صعبه ما في شك، ولكن ان شاء الله تكونوا عم تقدروا تستفيدوا خاصه من السكالبينج او من المضاربه. هلا خلينا ناخذ بعين الاعتبار شوي صغيره بعض الرسوم البيانيه اللي عم نشهدها، ونقدر نحلل سويا شو ممكن نستفيد من السوق. غير اليورو استرالي عم بشهد يعني مرحله او ضعف اكثر من واضح للداو جونز او مؤشرات الامريكيه، وبهذه الحاله طبعا هذه المستويات يعني من الواضح انه عم تسجل ويف بي، لانه الانخفاض صحيح هو اندفاعي، ولكن عاده الانخفاض الاندفاعي بيكون بهذا الشكل 1 2 3 4 5 اوكي. ولكن هذا الانخفاض والارتفاع بشكل مفاجئ، انخفاض وارتفاع، يعني هيدي مرحله افقيه ممكن نرجع نبتدي الارتفاع وتكمل الاتجاه من وراها. فطبعا بدنا ناخذ بعين الاعتبار انه هذا الانخفاض للمؤشرات الامريكيه ممكن يوصل لمستويات ال 23700 ومن ثم تكمل الاتجاه الصاعد. ليش عم حلل المؤشرات الامريكيه؟ لانه بتحليلنا للمؤشرات الامريكيه وبضعفنا للمؤشرات الامريكيه على الوقت او على المدى القصير خلينا نسميها اوكي. استاذ مهدي يورو استرالي اوكي، يورو مقابل الاسترالي اي يو ار اي يو دي اوكي، هذا هو اذا بدكم خلينا نقول الكروس او الزوج يورو اي يو دي. هلا بالنسبه دخلنا بصفقه بيع اوكي. هلا بالنسبه لي طبعا رح ادخلكم وقف الخساره كمان هون في ما تعرف الكوموند. وقف الخساره هو 1.5895 ستوب لوس اس ال وقف خساره اوكي، وعندي تحديد الربح او تيك بروفيت 1.5660 اوكي. هذه هي تحديد الربح والستوب لوس. هلا بالنسبة للمؤشرات الأمريكية ليش عم بعملها دراسة؟ لأنه إذا في حال المؤشرات الأمريكية عم تنخفض، أتوقع أن أسعار الذهب ترتفع. هلأ هذه الموجة اللي عم نشهدها خلينا نقول على الداو جونز أوكي، بكل بساطة ممكن تكفي بالاتجاه الهابط، وانخفاض الداو جونز والمؤشرات الأمريكية ممكن تعطيني أو تؤدي لارتفاع أسعار الذهب وتكملة هذا النفق الميل على ارتفاع لزيارة خلينا نقول مستويات بعد أعلى خلينا نقول، أو هذه المستويات تقريبا ممكن نكفيها لزيارة مستوى 1265 1260 ومن ثم
بداية موجة هبوط جديدة. بهذا الوقت بكون الداو جونز والاس بي 500 ثبت هذه المستويات اللي هي آخر قاعان وصل لها، وعملنا دبل باتم أو قاع مزدوج، ومن ثم بداية موجة اندفاعية باتجاه الصاعد. فارتفاع المؤشرات الأمريكية لزيادة قمم جديدة بتعني انخفاض أسعار الذهب لقاعان جديدة. فبهذه الحالة طبعا ممكن نقدر نستفيد من انخفاض الذهب. استاذ محمد، فريم الشهر لليورو دولار، فريم الشهر اللي يعني عم نتكلم على موجات، على الموجات، عم نتكلم على طبعا فريم الشهر على المدى الطويل. خلينا اعمل لكم تحليل يورو على المدى الطويل، ممكن تتفاجئوا بالارقام، اوكي ممكن تتفاجئوا بالارقام، ولكن نحن هلا في صدد موجه بي، اوكي ما في شك انه نحن ابتدينا بارتفاع ويف، خليني افرجيكم اياها. اوكي عندنا ارتفاع لليورو دولار بخمس موجات، ويف 1 2 ويف 3 ويف 4 ويف 5. هيدي خلصنا او انتهينا من موجة W او A، خلينا نسميها W، اوكي نازلين بموجة X. موجة X شو بيصير فيها؟ اذا نرسم خطوط المقاومة وخطوط الدعم بكل بساطة بيكون عندي نفق ميل على انخفاض، وهذا النفق ميل على الانخفاض بيكون يسمى ABC اللي هي A، A اللي هي 1 2 3 اللي هي A، هون ويف B، ويف C تتضمن خمس موجات، اوكي ويف 1 ويف 2 ويف 3 ويف 4، للاسف بعد عندي ويف 5. فاتوقع على المدى الطويل لليورو دولار بعد يكون عندي موجه هبوط لزياره الموجه الخامسه من ويف سي، ومن ثم بدايه ارتفاع ضخم لزياره مستوى ال 150. شو يعني؟ يعني عم بتوقع زياره اليورو دولار لمستوى ال 0.91 او 0.90 على المدى الوسط للطويل، ومن ثم بداية موجة ارتفاع لزيادة مستوى ال 140 و 150 على المدى الطويل، بنكون انهينا هذا السايكل بالاتجاه الهابط والنيجاتيف سايكل لزوج اليورو دولار. طبعا هلا بالنسبة لنا وبالنسبة لزوج اليورو دولار، ومن وراء هذه الموجات الاندفاعية باتجاه الهابط عم نتوقعها، ما في شك انه على المدى القصير ممكن يعمل موجات تصحيح باتجاه الصعد لزيادة مستوى ال 118، ما في شيء بيمنع، ولكن على المدى الطويل بالنسبه للموجات اتوقع تكمل اتجاه الهبوط. ابتدينا باليورو استرالي نشوف بريك ايفن بوينت، وطبعا انا بتمنى لكم التوفيق اذا في حال دخلتوا معي بهذه الصفقه اللي هي اليورو اي يو دي. الاي يو دي سي اتش اف، استاذ رفيق وعليكم السلام، اهلا وسهلا فيك. بالنسبه للاي يو دي سي اتش اف، استاذ رفيق ليش على طول تختار الكروسات والازواج الخطره؟ ليش؟ يعني ما عليها تحليل الاسترالي مقابل السويسري، يعني من اصعب الكروسات، يعني ما بعمري الي 12 سنه بالسوق ما بعمري داخل فيها. يعني على كل الاحوال الاسترالي السويسري ما عليه فوليوم ضخم، مش هيك انا بتكلم بهيدي الطريقه. هلا كل الرسوم البيانيه وبالنسبه للتحاليل التقنيه عاده الرسوم البيانيه بغض النظر عن اسمها، خلينا نقول صح ولا لا، بغض النظر عن اسمها، نحن كمحللين تقنيين فينا نشوف الشموع اليابانيه والرسوم ونقدر نحلل او نتوقع سيناريو مفترض. خلينا نشوف من وراء هذا السيناريو اللي هو عندي ثلاث موجات تصحيح ويف اي بي سي، اوكي 1 2 3 عندي تثبيت قمه معينه اللي هي 1 2 3 اوكي، وويف 3 من الواضح انه دخلنا ب خلينا نقول مثلث ميل على ارتفاع، يعني هيدي 1 2 3 4 5 عظيم، يعني هيدي اول كوركتيف ويف. هلا اي بي سي 1 2 3 4 5 اتوقع زيارة مستويات ال 76.4%، اوكي ومن ثم بداية موجة ارتفاع جديدة على المدى الطويل. يعني بالنسبة لهذا الزوج اللي هو ال AUDCHF اتوقع ايضا موجة هبوط بغض النظر عن هلا على المدى القصير، رح نتوقع على المدى الطويل هبوط لزيارة مستوى ال 0.67، ولكن على المدى القصير بالنسبة لرسم بيانات اليومي ما في شك انه ممكن نعمل موجه تصحيحيه، خلينا نقول لزياده مستوى ال 0.71 70 قبل ما نكفي اتجاه الهابط، اوكي؟ فطبعا بعد ممكن نواجه بعض ضعف الاسترالي مقابل السويسري. ضعف الاسترالي مقابل السويسري يعني ارتفاع السويسري، ارتفاع السويسري يعني انخفاض الدولار سويس، انخفاض الدولار سويس، لان هذا الدولار سويس او الدولار مقابل الفرنك السويسري بيمشي عكس السويسري. قوة السويسري عن ضعف الدولار السويسي يعني تكملة اتجاه الهابط للدولار سويس، تكملة اتجاه هابط للدولار سويس يعني ارتفاع اليورو لأن عندهم positive correlation. فأستاذ رفيق ممكن يكون السيناريو شوي صعب بالنسبة للـ AUDCHF، وما بدي أوعدك بشيء، ولكن يعني ما بدي أوعدك بشيء، بس ما عندي سيناريو كتير واضح عليه بصراحة،
ولكن اتوقع تكمله اتجاه الهابط على المدى الوسط للطويل، ولكن على المدى القصير صعب كتير، لان الكومبينيشن الاسترالي مع السويسراني شوي صعب. استاذ نضال وعليكم السلام، اهلا وسهلا فيكم. بالنسبه للجي بي بي يو اس دي، جي بي بي يو اس دي طبعا من العملات الرئيسيه اللي عم يسجل هلا يعني اندنج دياجونال، ومن الواضح انه هذه منطقه الدعم مهمه جدا. اذا حابب افكر بمناطق الدعم بتلاحظوا انه عندي تقريبا هذه النقاط لهلا عم بيتم تثبيتها بنفق ميل على الانخفاض، نقاط دعم اكثر من رائع على الاسترليني دولار، وهي خطوط مقاومه. هلا بالنسبه لنا كمحللين تقنيين من وراء هذا السيناريو الهابط نتوقع سيناريو صعب، اوكي؟ فاتوقع انا للاسترليني دولار زياده مستوى ال 1.2940، وهذا هو الرقم اللي طبعا اتوقع انه ممكن نزوره على المدى القصير، اوكي؟ هيدا بالنسبه للاسترليني دولار. ولكن طبعا اذا حابب ندخل بهذا السيناريو الصاعد والايجابي بدنا نعرض وقف خساره وستوب لوس اغلاق شمعه تحت خط الدعم اللي عم نشهده هلا امامنا. خط الدعم او القاع اللي تم تسجيله هلا هو اخر فرصه وامل للسيناريو الايجابي، اغلاق شمعه تحته ممكن يكفي السيناريو الهابط لاسترليني دولار. بدنا ننتبه كثير من هذا السيناريو، اوكي؟ هلا بالنسبه اليورو استراليا بلشنا نكسب فيه، يعني 47 دولار صرنا عاملين بنصف عقد، اوكي؟ لليورو استرالي، فنتوقع ضعف اليورو مقابل الاسترالي دولار، يعني هذا بالنسبه للسيناريو وفرصه استثمار لهذه الجلسه اللي اعطيتكم اياها، اوكي؟ غير الجي بي بي يو اس دي. استاذ رفيق، الزوج المفتوح اللي هي طبعا دخلت فيها هلا هو اليورو استرالي. اذا بترجع شوي للكومنت بتشوف اليورو استرالي، اليورو مقابل الاسترالي، اوكي، مع وقف خساره 158.95 مع تيك بروفيت او تحديد ربح 156.60، اوكي. هذا هو اليورو استرالي والزوج اللي دخلت فيه، وطبعا هذا هو السيناريو لهذه الجلسه. اتوقع ضعف اليورو مقابل الاسترالي، هذا الكروس او هذا الاكزوتيك كروس. بالنسبه لاسعار النفط اتوقع موجه صعود وموجه تصحيه ثالثه، وباخذ بعين الاعتبار انتهاء موجه A و B 1 2 3 4 5، ها ويف A A B C ويف B، اوكي، واتوقع هلا 1 2 3 4 5 لويف C وانتهاء قرب مستويات ال 57. طبعا اذا في حال عملنا اكستنشن للويف وامتداد للموجه C ممكن نوصل لزياده مستويات ال 59 او 60 دولار، ولكن على المدى الطويل نتوقع زياره موجه جديده باتجاه الهابط وتكمله اتجاه الهابط لزياره مستويات خلينا نقول تقريبا ال 39 دولار، اوكي. اليو اس دي سي اتش اف استاذ محمد، يلا هلا بنشوف اليو اس دي سي اتش اف يوش عكس اليورو استاذ محمد. يو اس دي سي